السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي، هنبدأ النهاردة إن شاء الله الدرس الثالث من دروس التاريخ، الوحدة الثالثة. درس هو بعثة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تعال قبل ما نخش على الدرس وإمتى ربنا بعث النبي عليه الصلاة والسلام، نعرف فترة شباب النبي. قلنا في الدرس اللي فات إن قريش كانت بتطلق على النبي اسم الصادق الأمين. نبدأ بالدرس، السؤال يعني تفسر: كان الرسول يختلف عن سائر شباب مكة. ليه الرسول، إيه الفرق بين الرسول ومعظم شباب مكة في الوقت ده؟ إن معظم شباب مكة كانوا بيعبدوا الأصنام، قلنا بيشربوا الخمر، بيلعبوا الميسر. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسجد لصنم، ما كانش بيشرب الخمر ولا يلعب الميسر زيهم كده. طب كان بيعمل إيه يا أستاذ؟ كان بيعبد الأصنام زيهم؟ قلنا لأ، كان بيذهب إلى غار حراء. ده غار حراء ده منطقة جنب مكة كده على طول، يطلع في الغار ده يتأمل في الكون ويتعبد لله سبحانه وتعالى. يبقى النبي كان بيختلف عن شعب قريش؟ اه كان بيختلف، ما كانش بيسجد لصنم. طب كان بيعمل ايه يا مستر تاني؟ قلنا كان بيروح لغار غار حراء ده ويتأمل ويتعبد لله سبحانه وتعالى. واحد يقول لي يا استاذ هم مكتب، هم كانوا يعرفوا ربنا؟ اه يا ابني هم يعرفوا ربنا، فكانوا بيسألهم انتوا بتعبدوا الأصنام دي ليه؟ قال لك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم عارفين ان في ربنا. النبي كان بيروح بقى يتأمل ويتعبد في الكون ده لله سبحانه وتعالى. نزول الوحي، النبي ما جاتلوش الرسالة لما عمره وصل 40 سنة. في إحدى ليالي شهر رمضان هو قاعد في الغردقة بيتعبد ويتأمل في الكون، نزل عليه سيدنا جبريل وقال له اقرأ. قال له ما أنا بقارئ، أنا ما بعرفش أقرأ، عارفين كلها النبي أمي لا يعرف ولا يقرأ. ربنا من حكمته انه يخلي النبي امي ما يعرفش يقرا ويكتب، عشان ما حدش يقول النبي هو الف القران ولا اخترع القران من دماغه، عشان دي معجزته، معجزه نبي القران، جي بيها نبي امي ما يعرفش يقرا ولا يكتب. يبقى ناس تعتقد كلها وتتقن ان على يقين ان القران ده من عند الله وليس من صنع بشر. يبقى الوحي نزل على النبي عمره كام سنه؟ عمره 40 سنه. نزل سيدنا جبريل على النبي وقال له ايه؟ ضم صدره كده 3 مرات ويقول له اقرا. النبي يقول له ما انا بقارئ، انا ما اعرفش اقرا. قال له اقرا. قال له انا بقارئ. قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. دي كانت أول آية نزلت إيه؟ القرآن. سيدنا جبريل ساب النبي بعد ما قال له كده واختفى. النبي طبعًا واحد قاعد في الغار كده في جبل فوق، مرة واحدة لقى واحد نزل قدامه واختفى. النبي رجع طلع من غار، من هنا نزل من الجبال بتاعت مكة وراح لبيته جري لستنا خديجة. طبعًا قال لها دسروني دسروني، زملوني زملوني، نزل بيها يعني مرعوب. ستين خديجة عملت ايه؟ هدت من روعة، قالت له اهدى يعني ست العقل بقى ما تخش. قالت له الله لا يخزيك ابدا، انت اللي زيك ربنا ما يخزيكش ابدا. ليه؟ يخزيك يعني يسيبك يتركك، انك لا تصل الرحم، انك تسأل على خالاتك وعمامك وكل الناس وتساعد الايه؟ الضعفاء، اي واحد ضعيف تساعده، كان بتنفق على الفقراء وتكرم الضيف. نستغل من الكلام ده ايه؟ إن اللي بيعمل عمل صالح عمر ربنا ما يزيد. ده الكلام اللي قالته ستنا خديجة للنبي عليه السلام، والله ما يخزيك الله أبدا. في عندنا أحاديث كتير بتدل على إن عمل الخير بينجي. مثلا عندنا حديث بيقول لك لما الواحد أمه تموت ينادي ملك من السماء: ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. يبقى العمل الصالح ربنا بيكرمك من أجله، وده اللي قالته في مضمون الكلام ده كله، قالته ستنا خديجة للنبي عليه السلام. والله ما يخزيك الله ابدا، انك لا تصل الرحم فائده صله الرحم، فائده مساعده الضعفاء والفقراء، فائده الكرم تكرم الضعيف وتكرم الضيف. طبعا قالت له كمان عشان هديك اكتر تعالى معايا لابن عمي. ابن عمها ده كان مين؟ ما عشان كده نخش في حاجه تانية اللي هي نسال اهل العلم، ما نروحش للدجاله الواحد ما يعرفش حاجه واساله واخد رايه. ذهبت خدت النبي وراحت لابن عمها ورقه بن نوفل. اشمعنى ورقه بن نوفل؟ ورقة بن نوفل كان على دين سيدنا إبراهيم، كانش كده وبس، كان كمان عالما بالإنجيل، نزع سيدنا عيسى خلاص. أما سيدنا النبي حكى لورقة بن نوفل اللي نزل ده، اللي حدث سيدنا جبريل اللي عمله معاه، قال له نزل عليك ده الناموس اللي هو الوحي، وبشره إن هو يكون آخر الأنبياء. جه بعد كده سيدنا جبريل وابتدى كلف النبي بإيه؟ بنشر الدعوة. يبقى ستنا خديجة بعد ما هدأت النبي راحت بيه فين؟ راحت بيه لابن عمها. اشمعنى ابن عمها؟
عشان كان عالم. سألوا أهل العلم يا ابني، مسألش أي حد، خدش رأي واحد تاني زيك ولا حد ما بيفهمش، اسأل أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. ورقة بن نوفل بشره بإيه؟ قال له اللي نزل عليك ده الناموس اللي هو الوحي، وأنت نبي هذا الزمن. نشر الدعوة. طبعا الدعوة الإسلامية مرت بأربع مراحل. أول مرحلة اللي هي السرية، دي قعدت من البعثة يعني 40 سنة لحد السنة الثالثة من البعثة. يقال إنه أسلم في المرحلة دي حوالي 40 واحد بس. تاني المرحلة الجهرية، لا المواجهة ولا القتال، يعني يجهر بالدعوة بس ما يواجهش قريش ولا يحاربها. دي من السنة الثالثة حتى الهجرة للمدينة. مرحلة المواجهة بقى اللي هي بعد الهجرة للمدينة، تبدأ من السنة اللي هي بعد غزوة بدر حتى السنة السادسة من الهجرة. آخر حاجة عالمية الدعوة دي كانت بعد صلح الحديبية. يبقى الدعوة الإسلام مرت بكم مرحلة يا شباب؟ مرت بأربع مراحل: السرية، بعد كده الجهرية، بعد كده المواجهة، آخر مرحلة عالمية الدعوة. وما أرسلناك إلا رحمة لإيه؟ للعالمين. شاطر. نبدأ مرحلة سرية الدعوة. دي النبي كان فيها يدعو فيها الأقربين، أنظر عشيرتك الأقربين. دي قعدت 3 سنوات. النبي كان بيدعو فيها المقربين منه. طبعًا أول واحدة أسلمت على وجه الأرض كانت ستنا خديجة. دي كانت النساء. الرجال طبعًا صديقه وحبيب عمره سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. الأطفال سيدنا علي، النبي كان بيربيه في بيته أصلًا. من الموالي، موالي يعني إيه موالي؟ كان عبد عندي وأطلقت سراحه. سيدنا مين؟ زيد ابن حارث. النبي كان متبنيه فترة، طبعا احنا عارفين لحد ما نزلت آية تحريم التبني. يبقى أول واحدة أسلمت من النساء ستنا خديجة، تاني من الرجال كنا عارفين سيدنا أبو بكر، أطفال سيدنا علي كان عمره 10 سنوات، من الموالي تابعين يعني سيدنا زيد ابن حارث. إما عدد المسلمين كتر، يقول لك أكتر من 30، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجتمع بيهم سرا، عشان طبعا ما تعرفش، في دار سيدنا الأرقم ابن أبي الأرقم. ليه؟ ايه كان بيجتمع بيهم في دار الارقم من نبي الارقم؟ يقول لك عشان يعلمهم امور دينهم. عشان كده تعتبر دار الارقم يقول لك اول مدرسه في الاسلام. كانت اول مدرسه في الاسلام سيد دار مين؟ دار سيدنا الاكرم ابن ابي الاكرم. النبي كان بيجتمع بيهم فيهم ليه؟ عشان يعلمهم امور دينهم. تاني بقى مرحله اللي هي الجهر دون المواجهه. بعد 3 سنوات ما خلصوا، نزل سيدنا جبريل قال له فاصدع بما تؤمر. خلاص بقى يعني ما تخافش وابدا ايه؟ اجهر بالدعوه بتاعتك دي. فالنبي يجهر بيها ازاي؟ عمل ايه النبي؟ طلع عند جبل الصفا، ربنا يكرمنا بالحج ده، جبل الصفا دلوقتي بقى جوه المسجد جوه الكعبه بعد ما عملوا فيها التوسعات. الاول كان جبل ده بعيد شويه عن الكعبه. الصفا والمروه. طلع النبي على جبل الصفا والمروه القريبين جدا من مكه، وقعد ينادي على قبيل ايه؟ على قبائل قريش كلها واهل قريش. وقال لهم لو انا قلت لكم دلوقتي ان في بعد الناس ما اجتمعت حواليه عند الجبل، قال لهم انا قلت لكم دلوقتي ان في الجبل ده في عدو جاي بيخيل وهيهاجمكم، هتصدقوني؟ قال له اه احنا طبعا هنصدقك، انت الصادق الامين. قال لهم بس انتوا اللي قلتوا، انا نبي هذه الامه، بين يدي عذاب شديد، اللي هيؤمن بيا هيخش الجنه، مش هيؤمن بيا هيروح النار. كان مين واقف في الوقفه دي بقى؟ عمه، عم النبي ابو لهب. عم النبي ابو لهب قال له تبا لك الهذا جمعتنا، عشان كده نزلت الايه تبت يدا ابي لهب وايه وتب، ما اغنى عنكم ما اغنى عنه ماله وما ايه وما كسب. النبي بيقول لهم اهو عند جبل الصفا، رايتم لو اخبرتكم ان خيلا، خيلا يعني جيش عدو، وراء هذا الجبل تريد ان تغير عليكم، تغير عليكم ايه؟ هتهجم عليكم يعني. اكنتم مصدقين هتصدقوني يعني؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذا من قبل، انت الصادق الامين. قال لهم فاني نذير لكم بين يدي عذاب ايه شديد. ده جبل الصفا والمروه، هنا كانت الكعبه طبعا، بس طبعا الموسع المسجد الحرام ضم الجبال دي. موقف ابو لهب، قلنا طبعا ابو لهب دعم النبي، كذبه وقال له تبا لك ان هذا جمعتنا، ونزلت سوره المسد. معارضه قريش للدعوه الاسلاميه. طب قريش ليه ما امنتش بالنبي؟ انا عارفه ان هو صادق امين يعني، متاكدين من صدقه. يقول لك خوفا على معتقداتها الوثنيه، دين ابائهم واجدادهم بقى، ومصالحها التجارية. ما النبي لما يجي يهد الأصنام دي، هما فاكرين الناس مش تيجي بقى مكة تشتري ولا تحج، كانوا بيحجوا طوف حوالين الكعبة دي وسجود الأصنام. فعشان كده قريش عرضت الدعوة الإسلامية. يبقى قريش عرضت الدعوة الإسلامية ليه؟ خوفا على معتقداتها الوثنية، عبادة الأصنام، ومصالحها التجارية، ومكانتها بين القبائل. كانت فاكرة الأصنام دي هي اللي مديها إيه؟ المكانة بين القبائل. عشان كده قريش عرضت بشدة الدعوة الإسلامية. وهنقف لحد الجزء ده في الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.